السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا شباب، شو أخباركم؟ طبعا هذه الأداة فادتني، يعني فيها شو اسمه، تقدر تحط سوكت ترجع البستون بدل ما تحط لك بريك وال شو اسمه ذيك، ما أدري شو اسمها، تضغط فيها. أوكي، هذه أي وقت تقدر تاخذها لأي سيارة، بس البستون تضغط البستون بالراتشت عادي، أسهل طريقة.